حفلة بلشت. بابا بهذا الوقت؟ يا الله شو أعمل؟ ألو غانغا، وين أنت؟ صلي ساعة عم دقلك على تليفونك، ليش ما عم تردي بنتي؟ ألو بابا، شو أخبارك؟ أنا كنت نايمة لهيك ما سمعت صوت الموبايل. طيب اسمعي، أنا طلعت من المطار ورح أصل بعد 10 دقايق، وأنا كتير مشتاقلك وبدي أحكي معك، لهيك لا تنامي. بس بابا أنا بدي نام. ليكني رح أصل بعد 10 دقايق، فيك تستني لا تنامي. يلا لشوف سوق بسرعة. بابا 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 شو هالمصيبة؟ كيف أنا بدي لحق أوصل بعشر دقايق؟ كيف رح أطلع من هون هلا؟ يا رب ساعدني شوي، لازم استعجل هلا، لازم أطلع. لو سمحت طلع العرباية وحمل الشناتي فيها. أهلين بابا، أنا رح روح على مومباي. بس يا بنتي قليلي، شو في داعي تروحي لهنيك؟ أنا ما عم بفهم عليكي. بابا أنا حكيت لك من قبل، هاي الأصوات اللي أنا دائماً عم اسمعها، وكمان الصور اللي عم شوفها دائماً أنا عم أحلم، مرتبطة بوش المرة اللي أنا رسمته واللي اسمها باني والي، وعائلة هاي المرة عايشة بمومباي بابا، وأنا ما رح أحسن ارتاح أبداً لحتى اكتشف الماضي تبعي. بترجاك تركني روح لهنيك يا بابا، مشاني لازم روح على مومباي دغري. بس بنتي كيف رح تروحي لحالك يعني؟ بابا بترجاك لا تشغل بالك، أنا رح دير بالي على حالي. ماشي بنتي، ديري بالك على حالك. رح أحجز لك غرفة بفندق هنيك، وبتجي سيارة الفندق تاخدك من مطار مومباي. بنتي أنا عندي شغل كتير هون، يعني موعد تسليم الرواية، ولا كنت رحت معك أكيد. والله بعرف هالحكي بابا، بس أنت بترجاك لا تقلق علي، هلأ أكمل الشغل تبعك؟ وانت دائما فيك تتصل فيني وتتطمن. ماشي بنتي، وانا رح اجي لعندك اول ما تخلص الشغلات يلي بايدي هون. ماشي بابا، باي بابا. يلا بنتي باي. الو، ما هذا انا، بس عم بتصل مشان اقول لك هلا انه كل شيء عندي هون ماشي حسب الخطه. برونيتا رح تسافر هلا على مومباي. لا انت ما يهمك، أنا رح خبرك كل شيء أول بأول. ماشي ماشي. جاي؟ مرحبا. بهذا الوقت؟ كان فيك تستريح وتجي الصبح. أنا ما أقدر أضل بعيد عن بناتي، اشتقت لهم كتير وبدي شوفهم. جاي البنات نايمين. ميرا بترجاكي فهميني، أنا بدي هنية لغانغا، ما راح استنى لبكرة الصبح، بدي فيقن. جاي 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 جاي، فيك تحكي معهم الصبح؟ عم قلك هن نايمين.